أخبار اليوم. في البداية اسمح لي أخوك الرئيس أتوجه إليك بالتهنئة على تولي مهمة رئاسة الاتحاد وأتمنى لك التوفيق في هذه المهمة. يسعدني أن أعرف تقييمك لمساعدتنا واهتمامك بالفريق الخاص بالعلم الذي يأتي بعد انتهاء أعمال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الدول الأفريقية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والتي جاءت كنقطة تحول مصرية باعتبار اتفاق باريس لتعزيز الإجراءات والجهود العالمية للتصدي للآثار والانتهاء تغير المناخ. يتناول تقرير جدول ثلاثة موضوعات رئيسية تتمثل في تقييم نتائج المؤتمر الباريسي لتغير المناخ والتطورات الخاصة بكل من المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وذلك حضور القرار السابق من القمة الأفريقية الأخيرة في هذا الشهر. السيدات والسادة، لقد حرصت مصر على تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأفريقية خلال الأداء لمؤتمر باريس على كافة المستويات بما في ذلك على المستوى الرئاسي. حيث تداول الاجتماع الأخير للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ الذي عقد في سبتمبر الماضي من يوم عملية الأداء للمفاوضات، واعتمد الأولويات الإفريقية بشأن مؤتمر باريس، والتي شكلت أساساً صلباً للموقف الإفريقي التفاوضي المشترك. وقد أكدت في كلمتي أمام مؤتمر باريس على أهمية هذه الأولويات وضرورة الاستجابة لتطلعات أفريقيا والتعامل مع شواغلها في اتفاق باريس، مما ساهم في إيصال صوت الدول الأفريقية التي شاركت ككتلة تفاوضية واحدة في المفاوضات، وساعد على التوصل لاتفاق متوازن يراعي أولويات الدول الإفريقية. وعلى ضوء ما سبق، فقد نجحنا في أن يأخذ اتفاق باريس بعين الاعتبار الشواغل الإفريقية واستجاب للعديد منها، حيث عكس الجزء الخاص بالحد من الانبعاثات التباين في الإجراءات ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، ولم يضع الجانبين على قدم المساواة مثلما كانت تدفع بذلك الدول المتقدمة. إضافة لذلك، فإنه بخلاف المؤتمرات السابقة يولي اتفاق باريس اهتماما واضحا بموضوع التكيف مع آثار تغير المناخ، وقد تم الأخذ في هذا الإطار بمقترح المجموعة الإفريقية واضع هدف عالمي للتكيف قابل للقياس. وفيما يتعلق بوسائل التنفيذ، فقد أكد الاتفاق التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية، كما شدد على التزامها بتوفير مبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2020 سواء بصندوق المناخ الأخضر أو من خلال غيره من القدر الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والعمل على زيادة هذا التمويل اعتبارا من عام 2025. ولأول مرة نص اتفاق باريس على قيام الدول المتقدمة بالإبلاغ في تقاريرها عن حجم الدعم المقدم من جانبها للدول النامية، وعلى قيام الدول النامية بالإبلاغ عما تلقته من مساعدات لقياس مدى مناسبة الدعم المؤكد للدول النامية للتصدي لتداعيات تغير المناخ، بما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية توفير وسائل التنفيذ للدول النامية. ومن ثم فإن البت في فعالية ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس بالنسبة لإفريقيا ستوقف على ما إذا كان سيتم تنفيذ ما تضمنه الاتفاق من التزامات وتعهدات بشكل أمين. شأنه في ذلك شأن كافة الاتفاقات والقرارات السابقة في إطار مسار مفاوضات تغير المناخ التي كانت دوما تصطدم بعقبة ترجمتها على أرض الواقع. ولذا تضمنت توصيات تقرير لجنة رؤساء الدول
والحكومات الأفارقة الخاصة بتغير المناخ النظر في سبل تعزيز هيكل التفاوض الإفريقي المكون من اللجنة ومؤتمر مدراء البيئة الأفارقة ومجموعة المفاوضين الأفارقة بما يراقب التطورات الجديدة ويضمن تنفيذ الاتفاق بما يعود بالنفع على إفريقيا إلى جانب بحث سبل تعظيم الاستفادة من اتفاق باريس وتحديد الاحتياجات الإفريقية فيما يتعلق بتنفيذ خطط المساهمات المحددة وطنيا. السيدات والسادة، إن ما تضمنه اتفاق باريس يؤكد بعد نظر اللجنة وصحة رؤيتها المستقبلية من خلال قيامها بالتركيز على التقدم بمبادرات ملموسة في مجال التقييم والطاقة المتجددة ونجاحها في صياغة وتطوير هذه المبادرات في وقت قياسي، حيث أقرت اللجنة المبادرة الأفريقية للتكيف والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة في اجتماعها يوم 25 سبتمبر 2015 في نيويورك، وتم إطلاق المبادرتين في إطار الفعاليات الأفريقية والدولية التي أقيمت على هامش مؤتمر باريس. وقد حظيت المبادرتان باهتمام واسع من قبل المشاركين ووسائل الإعلام، لا سيما المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة التي أعلنت مجموعة الدول السبع الصناعية جي 7 ودول مجموعة العشرين جي 20 عن دعمها لها، وتعهد عدد من الشركاء بتخصيص 10 مليارات دولار لدعم تنفيذها بحلول عام 2020. ومن ثم فقد تضمنت توصيات تقرير اللجنة الانتقال إلى مرحلة تفعيل المبادرتين وترجمتهما إلى واقع ملموس مع التركيز على حشد التمويل اللازم لدعم المبادرة الإفريقية للتكيف. أصحاب الفخامة، رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، ختاما أود التأكيد على أهمية استثمار عملنا المشترك من أجل تعزيز جهودنا استنادا إلى موقف أفريقي موحد في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والعمل على تعظيم قدرتنا في التعامل معها والتي يتصدرها تحقيق التوازن بين توفير المياه والطاقة والغذاء وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر. لعل ما تحمله ظاهرة التغيرات المناخية من تحديات يأتي بمردود إيجابي على صعيد تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتقريب المسافات بيننا، حيث نجابه تحديات مشتركة وتجمعنا قارة واحدة نحرص على رخائها وازدهار شعوبها. وشكرا لكم.